معلومة إسعافية. كون إسعاف الجروح البسيطة والخدوش عبر ثلاثة خطوات: أولاً تنظيف الجرح، ثانياً وقف نزف الدم، ثالثاً تغطية الجرح. باي. إن الغرض الأساسي من إسعاف الجرح هو إيقاف النزيف وحماية الجرح من التلوث، ويكون ذلك في أغلب الحالات بالضغط مباشر على الجرح بضمادة أو قطعة قماش نظيفة معقمة. ولا يجوز ربط أي حبال على العضو المجروح لأنه يسبب قطع كامل من الدورة الدموية.